السلام عليكم ورحمة الله، أطيب تحية لكم مشاهدين الكرام، وأرحب بكم بحلقة جديدة من طبيبك معك. الألم هو أكثر شيء ممكن أن يأخذنا إلى زيارة الطبيب، وعادة إحنا نتوقع أنه الآلام مرتبطة بأسباب مثلا تعود إلى شدة خارجية ظاهرية، مكان راح يتعرض إلى ضرر ممكن يسبب لي ألم، فبالتالي أروح للدكتور المعني بهذا المكان أو بهذا الألم اللي صار. لكن بعض الأحيان الآلام تكون نابعة من داخل الجسم بدون سبب ظاهري أساساً، بحيث المريض يظل بحيرة من أمره، ما يعرف شنو سبب هذا الألم اللي صار أنه عنده. موضوع الأعصاب المحيطية واعتلالها والآلام الناتجة عنها هو محور حديثي معكم لهذا اليوم مشاهدينا، ورح يشاركني الحديث الدكتور الاستشاري حيدر علاء الساعدي، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الأعصاب الطرفية. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجركم بمناسبة شهر محرم الحرام، الله يسلمك ويحفظك، كل الهلا بحضرتك. دكتور، الأعصاب الطرفية واعتلالها اليوم أريد نسولف به بالتفصيل للناس. المريض يجي يعاني من ألم، نعم، وممكن هاي الآلام يعني سالبته أنه راحته بحيث أنه ما يقدر حتى ينام أو يمارس حياته الطبيعية، أوكي؟ فبالتالي أنه هو يجي يريد الحل، ويجوز جراح الأعصاب يكون هو مو الخطوة الأولى اللي يراجعها هذا المريض، ممكن يكون مراجع لطبيب الباطنية، ممكن يراجع حتى طبيب الجلدية لأنه أو ممكن طبيب الأسرة أو طبيب الأسرة، بحيث أنه هو المريض دي مثلا دي يعاني، إحنا ما نريد نسبق الأعراض اللي راح نحكيها بالتفصيل، لكن مثلا ممكن يعاني من تنمل أو يعاني من حرقة مثلا بالجلد، ويتصور الموضوع له علاقة فقط يعني بالجلد، فهو راح يكون مفتر وماخذ كذا علاج، وجوز أنه ما واصل للتشخيص أو العلاج الشافي. فبالتالي راح يجي هنا أكيد دور طبيب الأعصاب أو طبيب الجملة العصبية أو جراح الجملة العصبية حتى دي يحل المسألة، في حال لو تحتاج حتى في بعض الأحيان إلى تداخلات جراحية. بداية أريد أعرف المشاهدين شنو نقصد بالأعصاب المحيطية أو الطرفية، موقعها ووظيفتها داخل الجسم. الأعصاب الطرفية المحيطية البريفرال نيرف هي الأعصاب اللي تنشأ من ارتباط جذور الأعصاب، نعم، بعد ما تطلع من الحبل الشوكي تنقسم إلى فنترال ودورزال ريماي وتتحد وتؤسس إلى ما يسمى بالبريفرال نيرف. يكون أحيانا جسمها داخل موجود، جسم العصيبة موجود داخل الحبل الشوكي، وأحيانا يكون موجود بالدورزال روت جانجليون، وتمتد إلى، هي عبارة عن طريق، مو طريق بسايد رايح جاي، نعم، فهو طريق رايح للإحساس وطريق راجع للحركة، نعم، فهو عبارة عن كيبل حقيقة، هو البريفرال نيرف عبارة عن كيبل، نعم، يحمل الإشارات الذاهبة والراجعة، وهي مو تو سايد، يعني كل فايبر هو فايبر، هو معروف إنه هذا رايح أو فايبر معروف إنه هو راجع. زين. فعندنا الأعصاب الطرفية هذه تبدأ تحرك من أول عضلات الرقبة مروراً إلى أن حين ما ننزل إلى منطقة السرج. أوكي. خلاص، مروراً بالأعصاب الأطراف العليا وأعصاب الأطراف السفلى والأعصاب اللي تحرك عضلات البطن. نعم. أوكي. هسه أنت قلت لي تحرك، يعني اللي تحرك وتحس. تحرك وتحس، هذه هي وظيفتها فقط. ديرماتوم ومايوتوم. تمام. خلي مشاهدينا الكرام اكيد تقدرون تشاركونا محور حلقتنا لهذا اليوم وطرح الاسئله على الدكتور حيدر فيما يخص موضوع الحلقه عبر ارقامنا حتكون متاحه امامكم. دكتور، خلي نشوف هذه الصوره هسه، يعني على مود تصير الفكره، خلي نقول اوضح. يعني بحديث سابق ويا حضرتك قلت لك انه الجهاز العصبي يشبه جهاز الدوران بالضبط، هنا عندنا قلب، هنا عندنا دماغ، اوكي، عندنا ابهر، وعندنا وريد اجوف اسفل، عندنا عمود فقري، وعندنا الاورده والشرايين اللي هي منتشره في كل بقعه من الجسم يناظرها اكو عندي اعصاب. تمام. التلف هي هذه اللي واضحه امام المشاهدين، هذه الشبكه مال الخيوط اللي هي الاعصاب. اذا نشوف انه كل مكان، كل عصب اكو له اسم واكو له منطقه يغذيها. تمام. او يحرك. اوكي. ممكن تجيني مثلا الاعراض في منطقه والديفكت بمكان ثاني؟ تجي في منطقه و المشكله في مكان ثاني. وارد جدا يعني. تمام. التهابات الاعصاب او خلينا نقول عليها اعتلال الاعصاب. نعم. قد يكون السبب موجود في الدم. نعم. وقد يكون السبب موجود في المنطقة التي يمر فيها العصب. هسا عفينا المنطقة اللي يمر فيها العصب. زي. السبب موجود في الدم أساسا. نعم. من بعض الأدوية،
بعض الأدوية الكيميائية ممكن تسبب التهابات الأعصاب. السكر من أشهر أسباب اعتلال. هسه تقولي ليش تقول كلمة اعتلال مو التهاب؟ لأنه كلمة الالتهاب inflammation مو هي جزء من كل، هي جزء من الاعتلال، من الاعتلال أنه لا يعمل العصب بشكل جيد، ولا يعمل العصب بشكل جيد إما لا يتحرك، لا يحرك العضلة بشكل جيد، إما أكو مشكلة بالإحساس أو أكو مشكلة بالفانكشن. يعني هذا العصب له علاقة بالإحساس بالحركة، نعم، حركة المفصل، خلاص. فما ما أنت المريض ما يعرف أنه أصبع رجله ده يتحرك، أو ألم، والألم يا إما ألم بزيادة يا إما ماكو ألم. يعني يا أما ممكن بحيث أنه هو يتعرض لأي أذى وهو أساساً ما يحس. هذا من أشهر أسباب، أشهر الأمثلة اللي عليها الدايابيتس كينيوروباثي بالضبط، اللي هو تصير خلينا نقول اعتلال أعصاب السكري، أعصاب السكري، واللي تجينا همين وياها القدم السكري اللي هو ممكن واصل مرحلة جانجرين وهو أساساً ما حاسس بروحه، أو مثلاً يكون ماشي مثلاً ومتعرض مثلاً لشدة أو فالضرر صار بحيث عنده بجسمه، مرات حتى يجي مثلاً ممكن بسمار، صحيح، يعني مسمار حديدي ممكن هو داخل برجله هو أساساً ما حاسس. ممكن فيروس الاعتلال الأعصاب، ممكن يكون فيروس. زين، يعني هسه الأسباب كثيرة اللي أسباب تؤدي كثيرة. زين، بالعشرات برأي أو تقدير حضرتك، الاعتلال العصبي المحيطي أو الأعصاب الطرفية هو يعتبر من الأمراض اللي بيها رجوع؟ إحنا عادة المقولة المعروفة عند الناس أنه أي خلل راح يصير عندي فيه عصب مرات صعب الرجوع من عنده. أوكي، بالنسبة للبرفرال نيوروباثي شنو الفيلم؟ هنالك طورين يمر بها العصب، نعم، طور الريفيرزابل دامج وطور الإرريفيرزابل دامج. يعني شنو؟ يعني مريض تعرض إلى اختناق العصب الأوسط اللي هو مشهورة جدا في العراق، يعني هنا العصب الأوسط يختنق، هاي إلها أسبابها. فإحنا من نعطي ميديكال تريتمنت، من نعطي علاج دوائي ونسوي رسم أعصاب، ومع مناظرة المريض نشوف إنه أعراضه بسيطة إلى متوسطة. إحنا لازلنا في مرحلة الريفيرسبل دامج، قادرين على انه لما يجي يسوي علاج طبيعي وياخذ الادويه ويرتاح من المانيوال وورك، يعني الاعمال اللي يشتغلها، قد يكون ممكن يركب دراجه فيسوي ايده، او يسوي اعمال تتطلب انه يسوي مثل الاعمال اللي هي لها علاقه بالسباكه والنجاره و و و او وهذا مشهور جدا عند ربات الاسر، خلاص، نتيجه العمل في المنزل. فلما نعطيهم الراحه نلاقي ان الاعراض خفت احنا في الريفيرسبل اريا. اوكي، يعني معناها ممكن ندخل بوقت مناسب حتى نقلل الريفيرسبل اريا لما تبدا تظهر اعراض لها علاقه بالحركه، نعم، والمريض رغم كل الميديكال مدى يتحسن. احنا وصلنا الى منطقه اللي هو الريفيرسبل دامج، احنا لازم نتدخل جراحيا. تمام، بعد ما بها اكيد رجعه بسهوله. دكتور، فاصل قصير ونعود يا حضرتك. اذا مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد الفاصل. أرحب بكم مشاهدينا مرة أخرى، ويانا أول اتصال اليوم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا. الله يسعدك دكتورة، شلونك؟ هلا بيك، أهلا وسهلا. عظم الله أجوركم. أجوركم معظمة إن شاء الله، تفضل. السلام على ضيفك الكريم. يا هلا بحضرتك، تسمع الدكتور حيدر. أهلا وسهلا. فسؤال الدكتور حيدر. تفضل. أنا عندي حرارة برجلي، برجلي سياسين، ودائما يصير عندي خدر بإيدي. نعم. ايش قد عمرك؟ اي انا 42. 42 عندك سكر او ضغط؟ لا عندي سكر ولا عندي ضغط ولا عندي كل شيء.
زين. ولا حتى علاج ما اخذ يعني. زين، انت هاي الاعراض من ايش وقت؟ هاي من زمان، انا راجع دكاتره يعطوني مسكن. ايش قالوا لك الاطباء؟ التهاب الاعصاب. التهاب بالاعصاب، سويت تخطيط اعصاب؟ سويت تخطيط اعصاب، اعطاني علاج. ايش قال لك ايش قال لك دكتور التخطيط الاعصاب؟ ايش طلع به؟ هو ما هذا قال لي عندك التهابات بالاعصاب، خذ هذا العلاج وتروح. قال لي خذ احنا محتاجين نشوف احنا محتاجين نشوف تخطيط الاعصاب، ومحتاجين نفحصك اكلينيكيا حتى نحدد هل هذا اختناقات بالاعصاب مال ايديك. انت شنو تشتغل؟ انا موظف في المحكمه. موظف. احنا محتاجين يعني اكثر شيء وقوف. اكثر شيء وقوف. اي ودائما عندي متن هذا ياخذ له اسبوع الا يروح من عندي. انا جبت اشتريت مخدر طبيه. ما فاد. هم الدكتور قال لي بدل الفراش مالتك، خلي فراش يكون زين. هم ما فاد. اذا شكل عندي متين يصير عندي خدر من الركبه لهذا ايدي اليسرى كلها. هذه اللي انت جاي تحكي يتوافق مع اعراض الانزلاق الغضروفي العنقي. صحيح، هو هم قال لي هيك شيء. وبالتالي احنا نحتاج نسوي رنين للفقرات العنقيه. ماشي. ولازم نشوفك حتى نفحصك فحص اكلينيكي وناخذ منك تاريخ مرضي، ونفحص حتى رجليك، ونفحص الاعصاب مال الرجل البوستيرير تيبي القصبي الخلفي. ماشي. واللي مشهور جدا عند الناس اللي شغلتهم موقفه انه يصير عنده التهابات ويصير به ضغط. دكتور يعني حراره برجلي كلش قويه، يعني انا هسه الحراره وين صايره بالضبط برجلك؟ صار بالعكس مال الرجل الجوار. قصدك المفصل الكاحل يعني؟ المفصل الكاحل. زين، مفصل الكاحل. زين، يعني شافوك دكاتره، قد يكون هذا مسمار عظمي. لا كان عندي وراح هذا عالجته يم دكتور وضربني هذا سوالي عمليه جوه وراح المسمار العظمي. وبعدين؟ اي بعدين هسه رجلي اثنيناتنا اشكل من عندي، يعني بالليل ما كنا ننام، عندي جهاز صغيره دائما تصعد علي شوي ارتاح. ومن ناحيه جيم هم مرتاح، من ناحيه جيم احنا الدم زين. شكل لون الشكل لون الرجل تغير؟ لا اي تصير حمراء. تصير حمراء يعني. اي زين، يعني ممكن اسباب كثيره، ما يعني ممكن يكون فينوس كونجستن دكتور. ودائما عندي لون الرجل يعني يتغير. ها يفيد مثلا دوبلر؟ طبعا طبعا اساسي. سويت دوبلر حسنين؟ والله دكتورة لا والله ما سويت، بس لا. انا قلت مرات هذا بطن تصير قبض، يعني اشكي من عندها. لا دوبلر للاطراف السفلى، دوبلر رجليناتك. دوبلر للاوعية الدموية لرجليك الاثنين. ممكن يكون عندك دوالي، اسمعني بس، ممكن يكون عندك دوالي. بس انا دائما عندي لزوجة وعندي دم يصعد يصير 17. ممكن يكون في هذا فينس كونجستن في الغالب. انا متابع عليك، انت من قلت التهابات بالدم انا يعني شكيت عندي. اي فهسه انت يراد لك بعد سلسله من الفحوصات. لا تمام. لا على مود يعني شلون اتواصل الدكتور يعني من عياده واشكر قناه. تمام اوكي الكنترول هسه ان شاء الله ترجع وياهم يعطوك رقم الدكتور تتواصل وياه. اي والله رحم الله. شكرا لاتصالك. يا هلا بك. ويانا اتصال. الو الو. يا السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا ومرحبا. عظم الله اجوركم دكتور. اجوركم عظمه. يا هلا بحضرتك، تفضل. يا هلا دكتور. احمد قبل كم سنه؟ نعم. صارت عندي جلطه. نعم. جلطه بالدماغ خضراء. اي. والحمد لله والشكر صار عندي الجهه اليسرى توقفت طبعا. المشكله وين دكتور؟ المشكله الدكتور اللي كان يعالجني كتب لي علاج استمر عليه وهو الاسبرين ومالت الدهون. زين. الاسبرين ظليت من اشربه يصير عندي تحسس. عندك تحسس من الاسبرين؟ اوكي. طفح جلدي يصير عندي بالجلد. زين. اقول اكو بديل عن استمر طبعا اكو بديل. طبعا اكو بديل. وانت يعني تركته لو ايش تسوي؟
يعني بين فتره فتره شاب لي حبايه حبايتين يصير عندي ارتفاع. غلط على وقتك يعني ما تقول لي انت ايش تسوي يعني انت لما تجرب اساسا الجلطه يعني انت شلون تستهين بالموضوع وتاخذ الدواء مال الجلطه عند الحاجه بس يعني انت شلون المفروض اساسا بوقتها من صار عندك اول تحسس تروح ترجع للطبيب يا دكتور ترى اني تحسست من الدواء اكو كوما بدائل. لا ما اعرف انا بس مال احنا تريدنا هيك على الهواء نروح نقول لك اخذ فلان دواء يعني بترهم كلش سهله اوكي فيعني ترجع لطبيبك اوكي وتتناقش وياه بتغيير العلاج وما يصير تترك العلاج انت واصل جلطه وتقول لي مرحله انه اكو عندك اساسا مكان انه بجسمك انه فاقد الحركه والاحساس في مضاعفات الجلطه فلا تستهين ابدا بالعلاج اوكي ان شاء الله ان شاء الله صحه وعافيه شكرا لاتصالك مشكورين الله يسلمك يا اهلا بحضرتك اوكي ويانا اتصال الو الو السلام عليكم عليكم السلام يا هلا دكتوره انا عندي الام بالقدم الام بالقدم نعم الام بالقدم يصير حماوه شديده بالليل حتى يعني اخلي خاوي يبدل الماء البارد وخليه خليه حتى لو بالشتاء الحاله موجوده نفس زين راجعت عليها لو انت هيجي يعني بس مجرد انه شفتنا وده تسال راجعت عليها لو لا راجعت الدكتور قال عندك التهاب الاعصاب المحيطيه زين واخذ على شهر شهرين ترجع الحاله نفسها شنو اسمه؟ اسمك عفوا استاذ محمد هاشم اوكي استاذ محمد الله يساعدك اهلا ومرحبا دكتور مرحبا الله يسلمك ايش قد عمرك استاذ محمد؟ عمري 70 سنه الله يعطيك طولة العمر. دكتور ترى هذه الشغلة اللي عندها كمان يعني أنا من الناس اللي أساساً عندي. أوكي خلينا نشوف والله شنو التشخيص. أنت عندك سكر أو ضغط؟ لا لا ما عندي لا سكر ولا ضغط. طيب عندك أمراض مزمنة في القلب أو الكلى أو تأخذ أدوية مزمنة؟ لا دكتور ما عندي لا أخذ دكتور مفاصل يعني أدوية مفاصل. مفاصل. زين. الآلام اللي تجي لك في رجليك فقط أثناء ال يعني طول اليوم ولا بس من تنام؟ لا لا طول اليوم واخر شيء اكثر شيء من لين القلفه يعني العزه عقلي زين لين القلفه يصير الم ويصير ورم زين من يصير من تحطها على القلم يصير الم ويصير زين شنو الوضع المريح لرجلك؟ الوضع المريح لرجلي ما ادري يعني ما بعرف يعني ما بعرف اذا الم مستمر ليل النهار وهاي الحماوه هي اللي اثرت علي زين يعني اذا نزلت رجلك اذا نزلت رجلك اذا صعدت رجلك ما ترتاح اذا صعد رجلي شويه فوق ارتاح يعني شويه فوق يعني الى تحت زين الخدر والالم موجود فقط الم ولا اكو الم وخدر لا لا خدر ما عندي بس الم وحراره الم وحراره الالم وين موجود برجلك اذا الم يصير بظهر القدم ظهر القدم من فوق والحماوه بالداخل يعني على يعني بالسول اكيد هو ده يحس الحراره مو باطن القدم من جوا بظاهرها من فوق صح؟ هذا الالم بالظاهر اي الحماوه اي بالسول هو ده يحس بالبلانتر سيرفيس هو ده يحس الحراره وبالدورسال سيرفيس هو ده يحس البين شكله تارزل تنل ها تارزل تنل اوكي الالم متى يصعد فوق بالساق؟ لا لا ما يصعد بس بالهاي اوكي هسه الدكتور دا يقول احتمال شو يسموه يعني شو يسموه بالعربي هم نقول اختناق العصب القصبي في الساقين اوكي يعني راد له تخطيط اعصاب تخطيط اعصاب للساقين تخطيط عضلات تخطيط اعصاب وعضلات تخطيط اعصاب وعضلات للاطراف السفلى اوكي تخطيط اوكي يا هلا يا هلا بحضرتك شكرا لاتصالك يا هلا بيك دكتور هذه الصوره اللي هي تقريبا على الاتصالات اللي اجتنا تمام اكثر مكان تصير بي او تظهر بي اعراض اعتلال الاعصاب الطرفيه هي اكيد الايدين والرجلين اوكي الايدين والرجلين هذه الصوره انه فور بيبل ودايابيتس بيرفر نيوروباثي از مور كمان ان ذا فيت صحيح ابو السكر اكثر شيء رجليناته هي اللي تهونون عليه من الالم اكثر من الايدين اوكي ليش هو الأسباب يعني ماكو فت ثيوري معينة في الموضوع خلاص والموضوع يبدأ في الغالب بالسمول فايبر مو باللارج فايبر زين فالمريض يبدأ بالأول يحس خدر في أطراف رؤوس الأصابع أعتقد أنه وحدة على قولتك من الثيوريز أنه هو ديكريز البلد سبلاي
بالمكانات البعيدة، لأن إحنا إذا نريد نقيس الإيد بعدها عن القلب أكيد راح تكون كمسافة أقرب مما أنه القدم، أوكي؟ فبالتالي هذا الترسبات اللي موجودة نتيجة السكر بالأوعية الدموية، نتيجة الأثيروسكليروسس، أي ونتيجة أنه اللي هاجم الفازا نيرفوزا، نعم، اللي هي الشرايين الدقيقة اللي تزود الأعصاب، تمام، هي هاي من الأشياء اللي تصاب مبكراً بس ما نحس بأعراضها. فإحنا حتى أبو السكر من نريد نفحص للأعصاب رح أبلش أفحص برجلين، ما رح أبلش أفحص بالإيد لأنه على خاصة العفو دكتورة البن بريك أو نشوف إحساسه برأس الدبوس على طرف الأعصاب. أكو صورة أيضا رح تكون توضيحية، بس نأخذ اتصال. ألو. ألو. أهلا وسهلا، تفضلي. السلام عليكم. يا هلا. عليكم السلام. دكتور أجي ألم جوا الدفة، يعني ألم مو يعني بالحركة مال الدفة، بس يعني ألم ثابت حتى من حركة إيدي، بس شلون مرات يسوي هيك شلون التشكيك مال الأوبر يعني شلون الدفة اللي هي السكابولا. أوكي زين. وألم كلش قوي والله. أوكي هسه خلينا ناخذ منش معلومات. إيه منش وقت هذا الألم؟ والله هاي صار تقريبا فوق الأسبوع صار عندي هيك كلش قوي، كان بالبداية بس هيك يعني خدر وهيك خدر 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 بس هسه ظهر قوة يعني زين. اكو تغيرات صارت على الجلد؟ لا لا ماكو تغيرات. يعني صارت او حبوب او فقاعات ونزل منها مي؟ لا لا والله ما صار هيك شيء. يعني ما يشابه الحزام الناري؟ لا 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 مو حزام ناري. لا بس زين. المنطقة تحت تحت الدفة مال الكتف. اي اي تحت الدفة. منطقة مدورة ولا منطقة واسعة؟ والله دكتور هي من جوا الدفة تجي هيك على العمود الفقري هيك، واكثر شيء يشككني هيك بس يعني من انامين دكتور ارتاح، بس من اوقف اتوقف او امشي يزيد الالم، بس من انام لا زين. زين انت وصفتي خدر ولا وصفتي الم فقط؟ نعم دكتور؟ لا هو أكيد اللي دا يزعجها هو الألم. الألم بس ماكو خدر بهاي المنطقة. ألم ألم دكتور. ألم. بس كان يعني أقول لك كان دكتور. زين أو ممكن يكون ماسكولر. تشكني المنطقة. الألم هذا ممكن يكون ماسكولر. يبقى هسه احنا لازم نسالها شنو اخذت ادويه حتى نشوف انه استجابت، لو استجابت للمسكنات او مرخيات العضلات. احكي لي شنو اخذتي ادويه؟ والله دكتورة مسكنات أخذت وجاي مسكنات مقويات. أوكي استفاديتي فرق شيء؟ لا لا المسكن ولا منشيد يعني أخذ مسكن ولا. زين إحنا عادة يعني هي المسكنات تشتغل على المصل أكثر مما على النيرف، تمام؟ أوكي أكو مسكنات خاصة للنيرف. أي فأنا اللي هي ما أعتقد أنه أخذتها. هي سؤال، أنت أخذتي مثلا بخاخ أو مرهم للعضلات أو مرهم للمسكن دكتور؟ بس بخاخ هذه. والبخاخ هذا ريح شويه الامور؟ لا لا والله هيك شويه بس مو بارد، هو يعني من رشه مو بارد شويه احس براحه وبعدين ماكو شيء. بعدين بشقد بعدين بشقد يعني بس يعني بس ابطل من البخ، بس مع البخ يعني شلون يبرد يعني كم مره تبخين باليوم؟ يعني دقائق وترجع الالام نفسها؟ اي والله ممكن يكون سيفير مصل سبازم بهاي المنطقة مايوسايتس. زين احكي لي انت شلون دا تتحركين دا تشتغلين؟ والله من اشتغل دكتور من اريد اوقف يعني اقصد دا تشتغلين يعني هو دا تشتغلين لو بطلتي شغل وعاجزة عن ممارسة اعمالك اليومية؟ يعني اشتغل يعني اتحمل قليل واروح دكتورة أنامن يرتاح شوي يعني النوبة. أنا أنطي ماي ألتو مودريت لأنه هو لو سيفير كان أنه أساساً قاعد أساساً من الشغل. أوكي زين هسه شو تسوي لازم؟ مايوسايتس لازم تستخدم باسط للعضلات، وأكو مرهم أكو دو اسمه مايدو كالم، هذا باسط للعضلات، هذا أوفر ذا كاونتر ميديكيشن، وأكو المراهم المسكنة منها الأولفين والفولتارين. هذولي ياخذون وقت اطول، بس هاي محتاجه هاي المراهم مو مثل البخاخ، البخاخ واحد ممكن يسوي الناس، لكن هاي المراهم لازم اكو لازم مساج على مود يسويها امتصاص. اوكي تمام. فتاخذين اسبوع اي ادويه مرخيه للعضلات راح تشتغل عليك اكثر من المسكنات العاديه.
اوكي؟ هلا حبيبتي، شكرا للاتصال. ويانا اتصال. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا، تفضل. شلونك عيني؟ كل الهلا. بلا زحمه، عندي كم سؤال اسالك فيهم. اوكي تفضل. اني مدخن. نعم. واشرب تايجر. والعب حديد. نعم. واخذ بروتينات. شنو اهم به مضره للصحه؟ لا تدخن يعني ما مضر بالصحه. ولا تايجر. وطبعا مضر بالصحه. زين انت شو تقول؟ مثل ما تقولين. لا انت شو تقول؟ انت ايش قايل بالله يعني بحيث انهم بدها تسال على هيك شيء، يعني انت اكيد شاك بالموضوع مو تمام؟ انا متسم وبدي اعرف يعني. بغض النظر انه انت شنو تعمل، يعني انت هيك كانسان، انت مثلا صار لك كذا سنه تدخن، بحيث انه هسه خبرت تسال على الموضوع انه هو مضر لو لا. هي هو لو ضاع يعني بالباكيت، هو الباكيت مكتوب عليه التدخين ايه؟ مضر بالصحه. زين ما حتى نرجيله دخن. بغض النظر عن انه شنو اللي تدخنه، زين. وانت التايجر اللي بدك تاخذه اساسا يعني اللي هي عليه بيها جرعه عاليه جدا من الكافيين. هو جاي يسوي ثلاث شغلات غلط في قبال شغله واحده صح. زين. والشغله الوحده اللي دا يسويها صح ما دا يسويها لاجل الصحه. زين انت شو تنصحوني؟ انصحك اسمعني بس، انت تدخن. وتشرب بروتينات وتشرب التايجر. هاي ثلاث شغلات غلط. يعني تدخن هاي حتى اي دخان، اي دخان، اي شكل من الدخان. خلاص يعني اكو تاثيرات بهم؟ اي طبعا بهم تاثيرات، يعني ممكن انه تؤدي للوفاه، ممكن تؤدي الى سرطان الرئه، سرطان اللثه. ايش ننصحك؟ يعني ننصحك انه تتركن. اكيد تتركن طبعا، وانت ما راح تتركن. انت الفائده انه انت تلعب حديد او تلعب كمال اجسام. يمكن دمي ما اقدر يعني شلون شيء يمشي بالدم. لو سمحت بس، انت لما تيجي تلعب حديد انت تريد شنو غرضك انه انت تلعب من كمال الاجسام او تروح الجيم؟ انه انت تعيش حياه صحيه ما بيها امراض، صح ولا لا؟ نعم. مو يعني ما عندك الام في الظهر والى اخره. بس انت دا تسوي شغلات، ثلاث شغلات غلط. تاخذ بروتينات، وهي طبعا حمل. انا متاكد انه هو يعرف انه هنا غلط، لكن هو عباله بلكت نقول له يابا ترى هنا صح. اوكي استمر. لا لا لا، فاكيد انه انت لازم تتركها باي طريقه كان. شكرا لاتصالك. ويانا اتصال. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، يا اهلا. حبيبتي بلا زحمه، عليك ممكن احكي الدكتور؟ طبعا اكيد تفضلي. يما بلا زحمه عليكم، انا بالبدايه حسيت عندي الام اسفل الظهر بالفقرات القطنيه. نعم. بعدين بدت هاي الالام تزيد يوم على يوم، قمت اخذ مسكنات، يعني هيك مسكنات، اروح الطبيب يعطيني مسكنات. بعدين شو الحاله تطورت، يعني وانا نايمه احس قامت تصير عندي رشفه بجسمي، بحس الرشفه احس عبالك هالدب ارضيه جاي يصير او شوف شنو. النوب بالبدايه برجلي هاي الرشفه تبدي. النوب وراها فترة تطورت إلى أن وصلت للعمود الفقري. رحت للطبيب، سووا لي تخفيض أعصاب، تخفيض الدماغ، العفو، رنين. قالوا يعني تخفيض الأعصاب، قالوا تليف بالإيد اليمنى واليسرى والأطراف السفلى الرجلين. التليف بالفقرات الأنقية وبالفقرات القطنية. والنوب بعد شنو؟ قال الرنين، قالوا لا زين ما مضروبه، اي جلطه دماغيه ما مضروبه. ما زين بهالحاله شنو تشخيصها هاي؟ اهم شيء هاي الرشفه اللي جاي تصير عندي بجسمي. النوب اكو حاله ثانيه، يعني وصلت لمرحله اي صوت، مثل اي صوت شوي عالي لو مثل اكثر من صار الشيء، الرشفة تلزمني أبدا سيطر على إيدي ورجلي من الرشفة ما أقدر. هذه تصير قوية. عمرك حجية؟ 60. الله ينتش طولة العمر. الله يسلمك. عندك آلام برقبتك صح؟ أي آلام برقبتك. الرنين مال الرقبة طلع أكو انزلاقات غضروفية وأكو ضغط على الحبل الشوكي. أي. صحيح؟ صحيح. بلي. وهذا الضغط ماما كل الشديد لدرجة أنه سوى كدمة بالحبل الشوكي العنقي. ولذلك
انت بدت تظهر عندك ظاهره نسميها الكلونس، انا ما اعرف ترجمتها بالعربي، ما اعرف كلونس، اللي هو انه بمجرد وجود تشمر حركه الرجل، الرجل الايد والرجل والظهر كله يشمر، وكانما نوبه صرعيه. هو مو صرعيه هذه، خلاص لا خلي اشبه هي انه من اكيد شايفين من الدكتور يضرب بشاكوش على الرجل يفحص، فاحنا طبيعيا انه تظل الرجل تتحرك من راح تصير هاي الضربه. فهذه لما اكو تعرض خلينا نقول لهذه التحفيز اوكي، لكن هي تصير عندها بدونها، هي تصير بدونها وتصير اعنف اوكي خلاص، وتصير اعنف وتصير اثناء النوم، لان هي من تحرك رجلها تضرب برجل الشربايه فترتد، فتصير يعني شيء انفولنتري موفمنت بالرجل وبال هي دا تكون واعيه انه الرجل تنضرب، واعيه او مو واعيه هو رد فعل زين خلاص، لانه هذا وهذه السيده تسمع كلامي ماما، احنا زملائنا هنا بالعراق شاطرين جدا في جراحه العمود الفقري، انت ماما لازم تتوجهين للعياده الخارجيه في المستشفيات اللي قريبه عليك، تعرضين نفسك على جراح الجمله العصبيه، انت في الغالب محتاجه عمليه. في الغالب ماما هسعفك من التليفات اللي موجوده بايدك وبرجلك، واهم حتى من العمود الفقري القطني، انت محتاجه، انت في حاجه شديده لاجراء عمليه بشكل مستعجل، مو بشكل عاجل، يعني مو هسه اسويها، مو اليوم خلاص ولا هالاسبوع، لا انت محتاجه، لانه الكبر السن فمحتاجه فحوصات وتحاليل وتقييم من طبيب التقدير الى ان نرفع الضغط عن الحبل الشوكي العنقي حتى تقدرين تعيشين، لانه هذا انت وبديتي تدخلين الى مرحله جدا خطيره ماما. شكرا جزيلا. شكرا لاتصالك، شكرا لاتصالك عزيزتي. اكو اتصال. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا. الله يسلمك عمو. من كربلاء. من كربلاء. يا هلا بحضرتك. الله يسلمكم دكتور، الله يحفظك دكتور، عظم الله لكم الاجر، رحم الله والديك دكتور. اجوركم معظمه، كل الهلا بحضرتك، تفضل. العفو دكتور، انا عندي هذا سكر قدمي دكتور، سكر قدمي. نعم. قدم سكري. اوكي. والله دكتور العفو دكتور، ما الليل كله يعني بعز النوم ادعيكم ساعه في الليل، بس ساعه واحس انه تقلصات في عندي، تنمر العفو دكتور عيني. سكري سكري يصعد 200 يعني 200 180. التراكم ايش قد؟ التراكم طلع عندي سبعه أوكي. تراكمي زين. انت على حبوب لو على انسولين؟ لا حبوب دكتور، هذا 500 على حبوب. ايش قد صار لك عندك سكر؟ 6 سنوات والله 6 سنوات صار، بس هسه اضرب عندي صار اشي اضرب عندي على رجلي اضرب عندي. صارت عندك تقرحات بالقدم لو لا؟ كل شيء ما عندي، كل تقرح ما عندي دكتور العفو. اوكي، يعني هسه انت من القدم السكري، احنا عاده نطلق هذا المصطلح على التقرحات اللي ممكن تصير اساسا بالقدم، اوكي؟ حاليا انت عندك اعتلال اعصاب محيطيه نتيجه السكر، تمام؟ اوكي، كمل وياه. دوالي عندي العفو دكتور، دوالي اوكي. عندك دوالي، وصارت عندك جلطه بالاورده مال الرجلين؟ بي دكتور سلام عليكم، عظم الله لكم الاجر دكتور. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا اخي. خادمكم من كربلاء، عمري 74 سنه عمري. الله يعطيك طولة العمر، شنو اسم حضرتك؟ خادمكم سيد غالب الموسوي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. عظم الله سلام. اجوركم. واجوركم دكتور، رحم الله والديكم. انت عندك دوالي برجليك الاثنين صح؟ بي. وصارت عندك جلطه برجليك، احدى جلطه في الاورده مال الرجلين؟ جلطتين عندي بالدماغ. جلطتين بالدماغ، بالرجل صارت؟ بعد ما اعرف والله لازم. زين. الدوالي هاي ايش قد صار لها؟ والله صار لها اشهر دكتور العفو. الدوالي في هذا العمر ما تظهر لوحدها، يعني مو مثل النساء. مو مثل النساء ومو مثل الشباب اللي مثلا يشتغلوا يوقف. نعم. هذا في الغالب دي في تي دوبلر، لازم تسوي دوبلر لشرايين واورده الساقين.
على مود نقيم بس هو هسه عنده اعراض ديفيتي؟ اكو احمرار، حراره بالرجلين، وعنده حراره بالرجلين، عنده وجع برجلين، يعني مو كلش اكيوت، هي الظاهر صار لها فتره عند الاعراض. اي الظاهر جوز صغيره. سكري 200 180، وارد ما يكون هذا. وعلى فكره وارد انه يكون سكرك مضبوط وعندك التهاب في الاعصاب، وارد يعني. انت ايش قد صار لك عندك سكر؟ ايش قد صار لك عندك سكر؟ سبع سنوات. شلون اكتشفته؟ شلون اكتشفت عندك سكر؟ شيكت عن طريق الدكتور باطني، هو بوقتها رحت قال لي اثر حط اثر كذا كذا، روح حلل طلع سكري. شنو كان عمو، شنو كان عندك في وقتها اعراض بحيث انه انت رحت الطبيب الباطنيه؟ مو هو جوز السكر صار له سنين يدق بيك وانت ما حاس عليه، فانت يعني جوز قبل 6 سنين او فت 6 سنين الاخرى. عفوا دكتور ما ادري والله ما ادري بي، رحت راجعت باطنيه. اي فتح عيني شاف اصفرار قوي عندي. شاف شنو؟ اصفرار قوي. اصفرار، اوكي زين. قال روح حلل السكر. كروتين يعني حللته؟ بلي دكتور العفو. اي وش قد طلع بوقتها؟ التسميه طلع بوقتها، التسميه دكتور. والتراكمي اذا تتذكر؟ التراكم بوقتها ما اخذته، قبل فتره اخذته دكتور، طلع عندي 7 تراكمي. هذا هسه 7، اوكي. زين. لا هو يسوي دوبلر لأورده الساقين. اوكي. هو واضح انه عنده سيفير اثيروسكليروسز، وهو بهذا العمر عنده جلطتين بالدماغ. خلاص. والظاهر انه مثل ما حضرتك تفضلتي قلتي انه السكر صار له فتره طويله جدا. الأهم إن إحنا لازم نستبعد الفينوس كوز، لأن هذا هاي خطيرة أخطر من الدايابيتيك النيوروباثي. أوكي عمو، إذا بعدك ويانا ودك تسمعنا لازم تروح تسوي دوبلر للأطراف السفلى، أوكي، وتتابع شغلة تصلب الشرايين اللي قالها الدكتور. يعني السكر مأثر عليك. بالمناسبة السكر حتى الاعراض اللي تطلع او المضاعفات هم متفاوته، اكو مرات ناس يجوز شويه مضبطه الموضوع او مسيطره عليه نوعا ما وتطلع عليها الاعراض اكثر مبكره، اكو ناس ممكن ورا سنوات اكثر. بقى هو مبدئيا سوف يظهر الدايابيتيك نيوروباثي باي شكل من الاشكال، هو الى كذا شكل، بعد السنه العاشره من وجود السكر، مو من اكتشاف السكر، لا مو من تشخيص السكر، من وجود السكر. اي يعني مثل ما هسه قلنا يجوز يعني يعني لو مريض بالضبط، لو مريض يخضع الى رقابه مستمره، وب 2010 بدا السكر يكون بدا يتحول الى مريض سكري، على 2020 بعد 2020 حيبدا الدايابيتيك نيوروباثي. فيعني اللي اكتشف السكر مالته خلينا نقول وورا السنه بلشت عنده اعتلال اعصاب، يعني انت اكو 9 سنين سابقه انت ما تعرف بنفسك. والأسوأ من ذلك حتى لو كان السكر متحكم، حتى مو انا هسه قلت الاعراض متفاوته، اكو مرات تجوز ناس يعني مرتبه او مسيطره على الموضوع بس ايضا تطلع. لا دكتور مو بس هيك، حتى لو هو طول العشر سنين هو محافظ على سكره حيظهر النيوروباثي. اوكي هذه الصوره اللي توضح انه اول شيء هذا الليفه العصبيه الطبيعيه، اوكي النيرف فايبر اللي هو يكون طبيعي، بنشوف انه شلون ماكو بيه قطوعات. هنا صار اكو عندي خلل بالمايلين شيث، ودي يصير عندي قطع بالاكسون او بمحور الخليه. هذه تدخل ضمن اعتلال الاعصاب. جزء منها الاعتلال الى شكلين، الى ديمايلينيتنج يسموه تهالكي، واكزونال يكون موضعي، يعني يكون في مكان واحد. وطبعا هذا ينطبق، هذا المنظر الجميل ينطبق على الاثنين يعني. نعم. وممكن يكون ترميم العصب يعني يكون صعب. تمام. ممكن ترميم العصب يكون صعب. عادة اعتلال الأعصاب المحيطية العلاجات شنو تكون؟ جراحية لو دوائية؟ مبدئيا القاعدة الأولى في النيوروباثي، نعم، مهما كان السبب هو اكتشاف السبب. زين. ونسبة لا بأس بها ممكن يكون السبب هذا غير موجود، غير معلن. نعم. ممكن يكون
لا مو وراثي، احنا ما نتكلم بالوراثي، اذا كان السبب وراثي فهو مرض وراثي وهذا خلاص عرف السبب. ديابيتك او سكري عرف السبب، لكن احنا طول الفحوصات اللي نسويها ما نعرف شنو السبب. يعني ما نعرف شنو السبب لهذا الموضوع. نعم. خلاص، وممكن يكون مرتبط ببعض المتلازمات الغريبة العجيبة مثل الفايبروميالجيا. نعم. خلاص. إلخ. هي هاي مشكلة التشخيصات أو الفحوصات. والله دكتورة يعني مشكلة يعني كبيرة. فتحتي جرح شديد جدا. الناس معتقدة إنه هذا الرجل فقط حيحصل فيها التهاب بالبوستيرير تيبيا. اي يعني هو اكو امراض يعني احنا اساسا حتى كاطباء حتى هو يعني خلينا نقول شغلات اكو نادره بس هي ممكن تحدث. لا دكتوره هو هذا اللي يحدث، يعني مثلا انا حطيت مثال هاي الايد ممكن يحصل اختناق في العصب الاوسط فيؤدي الى خدر في هذه الاعصاب في هذه الاصابع الثلاث. نعم. وبنفس الوقت هنالك يحصل انزلاق غضروفي ماشي ما بين الفقرة السادسة والسابعة فيحصل خدر فيها، فإحنا شو نقول نفس الأعراض بس من مكانين يعني. من مكانين يعني نقول عليها دبل كراش سندروم. نعم. خلاص، فنقول للمريض نفهمه نقول له هاي العملية راح أسوي لك راح تقلل الخدر هنا بس ولكن هذا مال الغضروف العنقي. وارد جدا يا سيدة الفاضلة الرجل يكون الرجل وحدة مو رجلين، رجل وحدة يكون بيها التهاب بالعصب البوستيرير تيبيا العصب القصبي فيؤدي إلى حرارة في باطن الرجل. وارد يكون أكو التهاب بالوتر اللي يحرك العضلة اللي يحرك وتر العضلة. أوكي. بالضبط. وارد في نفس المريض يكون عنده بداية دوالي. إذن هم ثلاث أمراض سووا لي نفس الأعراض بالضبط. لكن علاجاتهم تختلف. بالضبط، مو بس علاجاتهم تختلف، هذا الألم اللي يشعر به هو حصيلة تراكمية لي واحدة من هذول المشاكل. هم كلهم الثلاثة. كلهم هذا يعني. وبالتالي هان حتى مثلاً من نجي يعني أنا عادة في عيادتي في عملي بالعموم عندي شون هاي الورقة البيضاء أشرح بها للمريض أقول له جزء من أعراضك كذا جزء من أعراضك كذا، وبالتالي هذه الكيفية راح نتعامل بها بالعملية الجراحية، إحنا خلاص استنفذناه. أوكي. هذه الكيفية حنتعامل معها بالعلاج الدوائي، هذه الكيفية مع علاج الألم. اوكي حسب الحاله. اوكي بالضبط. هاي الصوره توضح هسه العصب اللي كنا نسولف عليه. أينا. اوكي اللي الخلل موجود بالصور اللي موجوده فوق ممكن دي يصير عندي مثل القطع. هاي شويه الصوره متقدمه جدا، هو دا يتكلم على الموسكولوكوتينيوس نيرف. نعم. خلاص هذا العصب اللي يحرك العضله البايسبس ويخلي الايد تنقبض. زين هنا عاده هيك مشكلة جراحيا يعني هذا حتى الصورة اللي محاطينها very advanced. نعم. لأنه هاي إحنا نقول عليها neurotization إعادة توصيل الأعصاب، أنا أشتغل في مجال إعادة توصيل الأعصاب. نعم. الطرفية ونربط أعصاب وأجريت عمليات لمصابين غزة خارج العراق، مصابين غزة بسبب أنه صار عندهم قطع في الأعصاب. نعم. وهذا جزء من النيوروباثي اللي له تداخل جراحي إن إحنا أوكي. نوصل الأعصاب مع بعض ونعيد خياطتها بالمجهر الإلكتروني. تمام. هذه الصورة اللي تتبين لي الآلام اللي بالأعصاب اللي خلينا نقول الطرفية. دكتور ورا ما العلاج أو ورا الجراحة تختفي الأعراض 100%؟ لا لا ما تختفي الأعراض 100%. تهاي أولاً هنالك فاكتور أو عنصر إحنا نقول عليه عنصر يتبع المريض. يعني ماكو مريض يشبه الآخر مو بس بالشكل الخارجي. من حتى استجابته للعلاج. خلاص هنالك مريض وحضرتك دكتوره هنالك مريض يشفى من اول اسبوع، هنالك يشفى من اول يوم، هنالك يشفى من اول شهر، وخصوصا الام الاعصاب وخصوصا الام اللي هي ممكن تطول. وهنالك قاعده اتمنى المرضى او اتمنى الناس تدركها جيدا، سواء كنت سليم او كنت مريض طول امد الشكوى يؤثر على نسبه الشفاء. يعني اثنين مرضى اثنيناتهم عندهم اختناق بالعصب، واحد صار له 10 سنين وواحد صار له 6 شهور، ايهما نظريا وعمليا يشفى اسرع؟ اكيد يعني هذا الاكيوت اكثر هو يشفى اسرع. زين اوكي الله. مو بس هاي شغله اوكي انا وياك بيها، بس اكو شغله ثانيه فسرت جملتك مال طول امد الشكوى. اكو مرات دكتور يعني مرضى هم شكاين اساسا
انت تفحصه يعني صار ريان ودزيت الفحوصات والاشياءات هو اوكي تمام، بس اكو ناس تحب تعيش هاجس المرض هاجس الالم، فهذا شلون تقنعه؟ هذا جانب اللي هو ممكن انه تدخل بها الاعراض. لا كلمة شلون تقنعه صعب، لا صعب، مو صعب انه انا اقنعه، هاي يعني زملائي واخوتي اللي في العاملين في المجال الطبي، ليس من وظيفتي كطبيب جراح ان اقنع المريض بالعمليه، هذا شويه شيء تصريح خطير. ليس من قناعه العمليه، انا احكي انه انت زين اقنع انه انت ما بيك شيء، هي هذه الاصعب. ها على هذا المجال اذا كان على هذا المجال احنا ندخل بشيء اسمه سوماتايزيشن خلاص، وهذا عمل زملائنا في الطب النفسي. هو شيء وديه اصلا المريض للطبيب النفسي. احنا تتذكرين احنا درسنا شيء اسمه ثيك فايل سندروم، يدخل لك المريض عنده فايل مرتب خلاص ويشتكي من اعراض ما لها فد قاعده تشريحيه. نعم. خلاص. فخلاص وصعب اثباتها ماشي. في الحالات اللي هذه طبعا هاي تتطلب خبره. وتتطلب الأول أن الطبيب يتجرد من التسبيب النفسي، يقول لا خليني بالله خليني أمشي وياه للأخير. نعم. هذا وكل مرة أسمع منه التاريخ المرض كل مرة. نعم. أكو ناس عندها شيء اسمه سوماتايزيشن دكتورة. نعم. خلاص لها كذا أسباب يعني، وهذه السوماتايزيشن المريض يتخيل أنه عنده هذا المرض ويعيش القصة كاملة بكامل الأعراض. خو إذا كان شوية سامع هو عليها وبع صارت مشكلة. هذا الوخز اللي قلت لي حضرتك عليه. بس يكون مو بالهذا. طبعا هاي المنطقة باطن الرجل من نصفها إلى فوق هنا المريض يشعر بحرقة نتيجة إلى أنه العصب الخلفي القصبي البوستيرير تيبيال يكون مضغوط عليه. خلاص. أوكي. الناس اللي عندها التهابات الأعصاب السكرية البين بريك استخدمها. اوكي انا اكو عندي صوره لشكوى مريض السكر اساسا والخلل اللي صار اساسا عنده بالاعصاب. قلنا انه دور الجراحه يفيد بكثير من الاحيان. اريد اسالك على هذه الجرافت، هذه اذا صار اكو عندي خلل خلينا حق نحكي عليها ولو باقل من دقيقه. تستاهل نحكي عليها اطول. زين اوكي باخر يعني خلينا نقول ثواني بس انطيني فد شيء مختصر عليها عود نسوي لها الاعصاب اسمه شورال نيرف خلاص ما اعرف تفصيل اسمه بالعربي. من ضمن الاعصاب اللي نقول عليها دونر تفدي بقيه الاعصاب ماشي. هذا العصب الشورب من ضمن الاعصاب اللي احنا حاطينها سبير حتى لمن يصير عندي قطع اخذ هذا العصب واقطعه واوصل به الاعصاب الاخرى. كان عندي حاله من احد مصابين غزه شظيه قطعه العصب الاوسط. نعم. فالمريض فقد القدره على انه يقدر يحرك اصابعه فاصبحت ايده بهذا الشكل. تمام. فشرحنا اليد بالكامل واظهرنا مكان الاصابه واجينا على الرجل اخذنا منها هذا العصب اللي هو يفدينا دائما. نفس فكره السفينه زفين اللي احنا نستفيد بالضبط. سبحان الله يعني هذه ايضا من رحمه رب العالمين انه بينا اكو فد اشياءات على قولتك سبير ممكن استفاد منها باصلاح مشاكل يعني كبيره. هذه الصوره دكتور تعمدت انه اخليها بالاخير لان هي معبره عن الالم اللي اكيد اللي اتصلوا بينا واللي كل من شافنا وعنده هذه المشاكل ده يحس كانه الرجل ده تعيط او من الألم. أوكي. آلام فظيعة وعنيفة. زين مسكنات الألم العادية تشتغل على الموضوع؟ لا ما تشتغل بشكل قوي لأن هي نون ستيرويدال أنتي إنفلاماتري. تمام. خلاص اللي يشتغل وإحنا موضوعنا نون إنفلاماتري. بالضبط. يعني ما أكون عندي بالضبط. أساساً إنفلاميشن ده يشتغل عليه. اللي يشتغل عليها النيوروباثيك بين دراجز اللي هي الجابافنتين. التجريتول، الباكلوفين. إذن أدوية أعصاب خاصة توصف حصراً صعب من تصرف من الصيدلية. صعب. صعب. لازم راتيتها الطبيب ومختومة وطبيب يكون. ويصرف في مرة واحدة وما يكرر العلاج. بالضبط. بالتالي الموضوع يعني مو على قولتك إنه هو يروح أساساً يوصف. ولو وجدنا إن المريض يحتاج إلى أدوية مخدرة مثل المورفين، نلجأ إلى قطع العصب.
قطع العصب. اوكي، الوقت مر سريعا دكتور ويا حضرتك، وشفنا الاتصالات فعلا هم ناس كومبلينر، او معناه انه هي اساسا مشكله شائعه، شغله اعتلال او الام الاعصاب الطرفيه. شكرا جزيلا لحضورك ويانا، ونلتقي ان شاء الله اكيد مواضيع جديده. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام، الالام مختلف الانواع مالتها، ممكن تصير الالام العنيده اللي هي سببها الاعصاب، لازم اكيد نراجع الطبيب المختص حتى نتخلص من عندها. الصحه والسلامه لكم مشاهدينا، وانتظرونا بالاسابيع المقبله.